اهلا بيكم. النهارده باذن الله هنشوف ازاي نوصل مجموعه من المقاومات على التوازي، ايه الفايده من الموضوع دوت، وكمان هنشوف مجموعه من ازاي لما يبقى عندي مجموعه من المقاومات توالي توازي ازاي اقدر احسب المقاومه المكافئه ليهم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وبشير وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده. لو الموضوع عجبكم انشروا الموضوع، تعرفين الدال على الخير كفاعله. دعمكم لينا بيخلينا نقدر نستمر وبنقدر نعرف ان احنا بنقدم حاجة مهمة جدا بالنسبة لكم. تحياتي لكم. تعالوا نبدأ، بس قبل ما نبدأ نقول اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما قلنا كده احنا هنبدأ في توصيل المقاومات على التوازي. طيب زي ما احنا شايفين كده، اول حاجه عايزين نعرف احنا ليه بنوصل مجموعه من المقاومات على على التوازي. هو بنقول ان الغرض من توصيل مجموعه من المقاومات على التوازي ان انا اجيب او احصل على مقاومه صغيره جدا او مقاومه صغيره من مجموعه من المقاومات بتبقى كبيره، يعني بحصل على مقاومه اصغر من اصغر مقاومه موجوده فيها. طيب عشان اعرف المحصله او المقاومه المكافئه لمجموعه من المقاومات متصله على التوازي، هجهز دايره بالشكل اللي انتم شايفينه ده، فيها مجموعه من المقاومات. المقاومه الاولانيه اسمها مثلا R1، المقاومه الثانيه اسمها R2، المقاومه الثالثه اسمها R3، وهحط في كل فرع من الافرع دي اميتر. يبقى عند المقاومه R1 هحط اميتر هنسميه A1، عند المقاومه R2 هنحط اميتر هنسميه R2، عند المقاومه R3 هنحط اميتر هنسميه A3، وهنحط اميتر عام عشان يقيس التيار الكلي في الدايره كلها بحالها. وطبعا هجيب مصدر عشان يبتدي يضخ الكترونات عشان التيار يمشي في الدايره، فهجيب بطاريه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وطبعا هجيب مفتاح عشان اوصل الدايره او افصلها، وفي نفس الوقت هحط ريستات عشان اتحكم في شده التيار الكهربي، وهجيب هنا فولتميتر عشان اعرف الفولت اوصله بالتوازي عشان المقاومات دي كلها متوصله على التوازي عشان نقدر نشوف قرايته هتبقى كده. او لما اروح جاي قافل الدايره ديت وابتدي اظبط الريستات بتاعي، هبص الاقي ان قرايه الفولتميتر ديت بتقول لي ان الجهد على المقاومه الاولانيه هو هو الجهد على المقاومه الثانيه هو هو الجهد على المقاومه الثالثه. ولو جيت ابص على التيار اللي مر هنا هو اللي هو هنسميه I1، والتيار اللي مر هنا هنسميه I2، والتيار اللي مر هنا I3، واقارنهم بالتيار اللي مر في الاميتر بره خالص، هبص الاقي ان التيار الكلي اللي هو التيار بتاع الاميتر ده هو عباره عن مجموع تيار A1 زائد I2 زائد I3. وبالتالي كده يبقى احنا كده اتعلمنا ان في التوازي بيبقى الفولت اللي على المقاومات واحد، يعني الفولت اللي هو على R1 قد الفولت اللي هو على R2 قد الفولت اللي هو على R3، بينما التيار بيتجزأ بيمشي منه شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا، بحيث ان مجموع الثلاثه دول يديني التيار الكلي في الدايره. يعني معنى كده ان I هو I1 زائد I2 زائد I3. طيب تعال نشوف بقى هنجيب المقاومه المكافئه ازاي. من خلال قانون اوم طبعا احنا عارفين ان ان اي تيار هو الفولت على المقاومه، وبالتالي اقدر استبدل الاي 1 بفي على R1، والاي 2 بفي على R2، والاي 3 بفي على R3. وبالتالي يبقى انا عندي كده، يبقى هقول ان I1 يبقى في على R1، I2 في على R2، I3 هيبقى في على R3، ويبقى الفي على R الكلية أو التيار الكلي ممكن نقول عليه إن هو عبارة عن مين؟ الفولت اللي هو موجود على المقاومات ديت مقسوم على المقاومة المكافئة، فيبقى في على R داش بيساوي في على R1 زائد في على R2 زائد في على R3. لو انا خدت الار عامل مشترك من هنا يبقى فاضل لنا واحد، لو خدت الفي اسف ار عامل مشترك من هنا يتفضل لنا واحد على R1 زائد واحد على R2 زائد واحد على R3. الفي دي تروح مع الفي دي، يتفضل من هنا واحد على R داش بتساوي واحد على R1 زائد واحد على R2 زائد واحد على R3. وبالتالي هتبقى المقاومه المكافئه لمجموعه من المقاومات متصله على التوازي هتبقى واحد عليها، او واحد على المقاومه المكافئه يعني، بيساوي واحد على المقاومة الأولانية زائد واحد على المقاومة الثانية زائد واحد على المقاومة الثالثة. طبعا لو في الرابعة هيبقى واحد على الرابعة زائد واحد على الخامسة زائد واحد على الستة. طيب يا ترى بقى لما يكون عندي مثلا المقاومات كلها زي بعض، يبقى أنا ممكن أختصر على طول الكلام ده وأقول لو المقاومات كلها زي بعضها يبقى R داش اللي هي المقاومة المكافئة ليهم هي عبارة عن أي مقاومة منهم على عددهم يبقى R على إيه. طب لو أنا عندي اتنين بس ممكن أطبق القانون ده، يبقى أي واحدة منهم
تمام ار مثلا وهم اتنين يبقى ار على اتنين، او ممكن اقول حاصل ضربهم على ايه؟ على مجموعهم. يبقى ار واحد في ار اتنين على ار واحد زائد ار اتنين. طبعا اقدر اطبق القانون ده لو الاثنين زي بعض. طب لو الاثنين مختلفين يبقى على طول هنطبق القانون ده. يبقى نقول لو انا عندي مقاومتين في على التوازي مختلفين، يبقى المقاومه المكافئه ليهم هتساوي حاصل ضربهم على مجموعهم، يعني ار واحد في ار اتنين على ار واحد زائد ار اتنين، تديني الار داش اللي هي المقاومه المكافئه للمقاومتين دول. اما لو انا عندي اكتر بقى من مقاومتين سواء مختلفين، هنقول ساعتها ان واحد على ار داش بيساوي واحد على ار واحد زائد واحد على ار اتنين زائد واحد على ار تلاته زائد واحد على ار اربعه، وهكذا لغايه لما المقاومات كلها ايه تخلص. اما لو زي ما احنا قلنا لو هما الاثنين المقاومات كلها قد بعضها، باخد اي واحده منهم واقسمها على ايه؟ على عددهم. بص يا شباب، في ناس بتتلخبط في التوصيل عن التوازي، عشان كده احنا هنقول حاجه لذيذه قوي في التوصيل عن التوازي. مش كل تيار يتقسم يبقى ده توصيل عن التوازي. بمعنى مثلا ايه؟ انا عندي التيار اهوت، جزء منه هيمشي هنا وجزء منه هيمشي هنا وجزء منه هيمشي هنا. طبعا لو انا بصيت لكل مقاومه من المقاومات دي هلاقي ايه؟ هلاقي المقاومه مثلا ممكن نقول ان بدايتها هنا ونهايتها هنا، والمقاومه التحتانيه دي برضو بدايتها هنا ونهايتها هنا، والمقاومه دي بدايتها هنا ونهايتها هنا. اضطر اتقسم. طب انا عايز اشوف برضو ده توالي ولا توازي، لان مش كل تقسيمه معناها ان التيار هيبقى توالي او توازي. فاحنا عشان كده هنعمل ايه؟ لو لقينا بدايات المقاومات متصله بنفس النقطه ونهاياتها متصله بنفس النقطه، يبقى ده توصيل على التوازي. وبالتالي لو بصيت على ديت وديت وديت، او المقاومه دي والمقاومه دي والمقاومه دي، هنبص لان بدايتهم كلهم متصله بنقطه واحده ونهاياتهم كلهم متصله بنقطه واحده، فبالتالي يبقى ايه؟ يبقى على طول دول متصلين على التوازي. برضو لو بصينا هنا هنلاقي التيار هيتقسم. ايوه، فهنبص نلاقي ان المقاومه دي والمقاومه دي والمقاومه ديت بدايتهم كلها متوصله بنفس النقطه، لان السلك عارفين احنا بنعتبره نقطه واحده، ومن تحت برضو متوصلين بنقطه واحده. فمعنى كده ايه على طول؟ معنى كده ان هم متوصلين برضو على التوازي. نفس القصه هنا ونفس القصه في الايه؟ في الجزء ده. طيب تعالوا بقى ايه نشوف بقى مجموعه من المسائل هنحلها ازاي. هنا بيقول لي خد بالك ان التيار بيتجزأ في المقاومات المتصله على التوازي. الكلام ده مظبوط، ولكن لازم اتاكد زي ما انا بقول لكم ان بدايات المقاومات متصله مع نهايه المقاومات. وهنشوف الكلام دوت، عشان ساعات ناس بيلتبس عليها الامر وبيبقى بيقول لك المقاومات التيار اتوزع بتوازي، بينما لما نيجي نبص هنلاقي ان ايه؟ ان بدايات المقاومات ولا نهايتها متصله مع بعضها، فبالتالي ما ينفعش موضوع التوالي بتوازي. وده هيبان قوي من المسائل اللي احنا هنشرحها. في الاول كده هناخد مساله بسيطه شبه الدايره دهيت، تمام كده اهوت. هنحدد هنا قيم الار1 والار2 والار3، وبعد كده نحسب التيارات في كل فرع يعني، وبعد كده نحسب التيار الكلي وهكذا. تمام، بعد كده هناخد بقى مجموعه من المسائل فيها افكار اكتر او فيها فكر شويه بالمقارنه بالمسائل دي بس. ولكن الاول كده هناخد مساله تكون تعويض ايه مباشر. هنا بقى جايب لي مجموعه من المقاومات، المقاومه دي 30، المقاومه دي 60، المقاومه دي 20، وكلهم متوصلين من خلال بطاريه 60 فولت. طبعا ده كده واضح انه توصيل على التوازي. ليه؟ لان انا عندي لو مشيت التيار كده التيار هيتقسم، صح؟ وفي نفس الوقت الاقي ان بدايات المقاومات الثلاثه متوصله مع بعض ونهايتها متوصله مع بعض. تمام؟ طيب وبناء على كده يبقى انا ايه ممكن ابتدي اجيب اللي هو عايزه منه. تعال نشوف هو عايز ايه. اول حاجه عايز المقاومه الكليه، تاني حاجة عايز شدة التيار في كل مقاومة، تالت حاجة عايز التيار الكلي. طبعا دول تلات مقاومات متصلين على التوازي، يبقى المقاومة الكلية بتاعتهم يبقى واحد على ار داش هتساوي واحد على ار واحد زائد واحد على ار اتنين زائد واحد على ار تلاتة. وبالتالي هنشيل كل ار ونحط قيمتها، يبقى ار 1 هي ب 30، ار 2 ب 60، ار 3 ب 20، يبقى واحد على 30 زائد واحد على 60 زائد واحد على 20 هتطلع بواحد على 10، يبقى واحد على ار داش بيساوي واحد على 10، بما ان البسط بيساوي البسط يبقى المقام بيساوي المقام، فتطلع لنا الار داش بتساوي 10. عشان نحسب التيار بقى في كل مقاومه هنقول ان احنا عندنا الجهد ثابت ب 60، فهنحط مثلا اميتر كده عشان نقيس بيه شده التيار هنا، واميتر هنا عشان نقيس شده التيار هنا، واميتر هنا عشان نقيس شده التيار هنا. او بكل بساطه دول متوصلين على التوازي، فبالتالي يبقى الفولت على المقاومه بيديني التيار. يبقى انا هقسم 60 فولت على 30 ده هيديني التيار المري في ال 30، هقسم 60 على 60 ده هيديني التيار المري في ال 60، هقسم 60 على 20 دوت هيديني التيار اللي مري في ال 20. اجمع التيارات دي كلها، ده بالنسبه لي وناظر هو ايه؟ التيار الكلي. او ممكن واحد يقول لي طب انا معايا المقاومه المكافئه، هقسم المقاومه المكافئه اللي هي 10 على 60، يبقى 60 على 10 تديني كام؟ 6. هيطلع الكلام ده ب 6 امبير، وفعلا لما نجمع التيارات هنلاقي التيارات دي كلها ب 6 امبير. يبقى كده الاي 1 اللي احنا بنتكلم عليه قلنا في
اللي هي متسلطة عليهم كلهم اللي هي 60 على ار 1 يبقى 60 على 30 هتطلع ب 2 امبير. بالنسبة لهنا هيبقى برضو نفس القصة 60 على 60 هتطلع ب 1 امبير يبقى الاي 2 بيساوي 60 على 60. بالنسبة لل 20 اوم هيمر فيها اي 3 مثلا يبقى الاي 3 دوت هيبقى عبارة عن 60 على 20 هيطلع ب 3 امبير. لما اجي اجمع الكلام ده يبقى 2 زائد 1 زائد 3 دوت يديني التيار الكلي اللي هو 2 زائد 1 زائد 3 يديني 6 امبير يبقى التيار الكلي 6 امبير. واحد تاني يقول لي طب ما انا جبت المقاومه المكافئه للمقاومات دي كلها ب 10 اقول له تمام. هيقول لي يبقى 60 على 10 هيطلع لي 6 يبقى انا مش لازم اجمع ممكن اجيبهم من خلال المقاومه المكافئه. هقول له ده صح وده ايه وده صح. تعال نشوف هنا المساله دي كانت جت في بوكلت 2018 كان بيقول لي في ثلاث مقاومات كل منهما ار تمام. بيقول لي ايا من الاشكال الاتيه تكون فيها المقاومه بين النقطه اكس والنقطه واي اقل ما يمكن. جايب لي مجموعه من المقاومات زي ما انتم شايفين اهم. عايز يقول لي انهي واحده في دول اللي بحصل فيها على اقل مقاومه تمام. فبالتالي هناخد كل واحده فيهم ونحللها ونحسب الايه المقاومه المكافئه ونشوف. طيب تعالوا مع بعض كده تعال نبص على اول واحده رقم واحد اللي هي ديت. هنبص نلاقي لو انا ايه انا عندي اكس وهمرر تيار ادي التيار ادي السهم ده بيدل على مرور تيار. التيار هيجي جزء منه هيمر لي هنا وجزء تاني هيمر لي هنا. ما تستعجلش برضو وتقول توالي بتوازي. اهم حاجه تتاكد ان بدايه المقاومات متصله مع بعضها ونهايه المقاومات متصله على بعضها عشان في الدوائر الكبيره ده ممكن ما يبقاش واضح قوي. طيب وقدام شويه لما ندخل في الحاجات الادفانسد او الحاجات المتقدمه يعني هتبص تلاقي ان ايه لا ان انا لازم اتاكد ان اطراف المقاومات هي متوصله مع بعضها. هنبص نلاقي ايه؟ هنبص نلاقي ان المقاومه دي والمقاومه ديت الطرفين بتوع البدايه مثلا بتاعهم واحد والطرفين التانيين برضو بتاعهم متوصل بنفس النقطه باعتبار ان دي سلكه. يبقى المقاومتين دول متصلين على التوازي يبقى ار وار متصلين على التوازي. يبقى اذا ممكن اقول ار على 2 على طول لان هم قد بعض فبالتالي ممكن اقول اي واحده منهم على اعدادهم او ممكن اقول حاصل ضربهم على مجموعهم يبقى ار في ار على ار زائد ار. هيطلع الكلام ده ار في ار بار تربيع وار زائد ار هيطلع ب 2 ار. يبقى الار الار تربيع دي لما اعملها مع ديت يبقى الار هتروح مع علامه التربيع دي تفضل لنا ار على 2. يبقى كده ايه المقاومه المكافئه الاثنين دول هيبقى ار على ايه على 2. يعني كاني عملت ايه كاني شلت واحده منهم وقيمتها بقت ار على 2. يبقى الطير ساعتها مش هيلاقي سكه الا كده في كده يبقى هيبقى توازي تمام. ليه؟ لان انا لو خلاص لو انا شلت المقاومتين دول وحطيت واحده بدلهم فخلاص هشيل مثلا ديت لانها مش موجوده وهستبدل ديت الاثنين دول احط مكان الار دي ار على 2. وخلي بالكم الفرع ده ما عادش موجود فلما اجي امرر تيار من اول جديد التيار هيمشي من ار ويدخل على المقاومه اللي اسمها ار على 2. يبقى دول كده متصلين توالي يبقى المقاومه المكافئه ليهم ار على 2 زائد ار هتطلع 3 على 2 ار اللي هي 1.5 ار. طيب تعال نشوف بقى مساله ثانيه. هو عايز المقاومه بين اكس وواي. لو انا ببص كده ادي الطرف اللي اسمه اكس وادي الطرف اللي اسمه واي بينهم مقاومه اسمها ار يبقى هي ديت المقاومه اللي انا بدور عليها تمام. يبقى اذا في هذه اللحظه يبقى ايه المقاومه بتاعت الجزء ده هي عباره عن مين؟ هي عباره عن ار تمام. هنا في حاجه كده كنا عاملينها على اساس ان ايه ان احنا هنوصل مجموعه من المقاومات مع بعض تمام. فهنشوف برضو هنا مثلا على سبيل المثال المقاومه هنا ماشي يا شباب. بصوا كده لو احنا حبينا نبص من هنا لو انا حطيت اميتر عشان يقيس الاميتر ايه اللي هيحصل له في المقاومه دي؟ هيجي هيلاقي له سكتين، سكه ماشيه كده وسكه كده. طيب التيار لما يجي يمشي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده جزء منه هيمشي كده وجزء منه هيلف ايه؟ هيلف كده. طيب اللي هيلف كده هبص الاقي ان انا عندي هنا ار وار متصلين توالي تمام كده يبقى مجموعهم 2 ار زي ما احنا شايفين في الجزء ده. هنا عندنا يبقى الاثنين ار دول كانهم مقاومه واحده او الار والار دول كانهم مقاومه واحده مقدارها 2 ار. يبقى التيار هنا يتقسم بين دول ودول فساعتها يبقى عندنا 2 ار مع ار توازي. فيبقى عندنا المحصله بتاعتهم حاصل ضربهم على مجموعهم يبقى 2 ار في ار على 2 ار زائد ار. يبقى الكلام ده هيديني 2 ار تربيع على 3 ار عشان 2 ار وار يبقى 3 ار. الار دي هتروح مع التربيع يبقى 2 على 3 ار. يبقى المقاومه المكافئه هنا ب 2 على 3 ار. خلوا بالكم بقى من نقطه مهمه عشان محدش يتخدع في المساله دي. الاكس والواي بره يعني الاكس واي دول طرفين انما لو كانوا متوصلين على ديت بس يعني على المقاومه اللي اسمها ار بس يعني كانت الاكس هنا والواي هنا كانت ساعتها تبقى المقاومه دي اسمها ار تمام. يبقى انا على طول همشي تيار زي ما احنا قلنا كده. لما امشي تيار جزء منه هيمر كده وجزء منه هيمر ايه كده. نيجي للجزء اللي جوه ده هنلاقي ان هو
التيار اللي مر في المقاومه اللي اسمها ار دي هو التيار اللي بيمر في المقاومه اللي اسمها ار دي، فبالتالي يبقى الاثنين دول كونكتد ان او متصلين توالي يعني، تمام. فبالتالي يبقى مجموعهم يبقى ار وار، دول مجموعهم ب2 ار، يبقى اذا انا ممكن استبدل المقاومه دي والمقاومه دي بمقاومه واحده اسمها ار 2 ار، فبالتالي يبقى الار وال2 ار هيبقوا متصلين توازي. ليه؟ لان التيار الاميجا هيتقسم بين الار وال2 ار اللي هنا هو، فبالتالي يبقى حاصل ضربهم على مجموعهم يبقى 2 ار في ار على 2 ار زائد ار، يبقى 2 ار تربيع على 3 ار، يبقى الار هتروح مع التربيع تفضل لنا 2 على 3 ار، وتبقى ديت هي المقاومه المكثفه. نيجي نبص مثلا للفرع ده فين اكس وفين واي. بص يا شباب، ادي اكس وادي واي، هو عايز المقاومه بين اكس وواي. لما اجي ابص كده يبقى هي المقاومه دي اللي هي الار بس، اما دول ودول ما لهمش علاقه بالايه؟ بالموضوع. خلي بالك كده في خد عشان ما حدش يقول لنا ان الاكس وواي المقاومه اللي بين اكس وواي. تخيل انت حضرتك بتبص كده، اول ما تبص بين اكس وواي هتلاقي ايه؟ هتلاقي مقاومه اسمها ار، انما المقاومات دي رايحه في سكه ايه؟ ثانيه. عكس مين؟ لو رجعنا للشكل التاني، عكس التاني، الاكس كانت بدايتها هنا والواي بدايتها هنا، فبالتالي بدات امرر تيار عشان اعرف المقاومه المكافئه. في الجزء ده لو انا جيت امرر تيار بين اكس وواي هو كده بيضحك عليا، هي عباره عن مقاومه واحده بس هي الموجوده بين اكس وواي. الجزء ده بقيه الدائره وهو ما بيسالش عليه اصلا، خلوا بالكم من القصه دي كويس قوي عشان ما حدش يضحك عليه. طيب لما نيجي نبص هنا في الدائره الجديده دي هنلاقي عندنا هنا اكس حضراتكم وعندنا واي، شايفين دول طرفين هم بعاد عن بعض. يبقى لو حطيت اميتر هنا عشان الفولتميتر بتاع دوت اميتر عشان اقيس المقاومه، يبقى لازم التيار هيمر من اكس يروح لواي. خلي بالكم من الحته دي مهمه قوي. ايه المهم قوي؟ دايما عشان احسب مقاومه لازم التيار يمر من الطرف الاولاني ويروح للطرف الثاني، يعني ينهي سكته عند الطرف الثاني، وبالتالي يبقى حضرتك هتمشي من اكس، التيار هيمر هنا في ار وبعدين يرجع يمر في ار تاني، وبعدين هو نفس التيار يمر في ار. يبقى كده انا عندي ثلاث مقاومات متصلين على التوالي، يبقى المقاومه المكافئه بتاعتهم ار زائد ار زائد ار هيبقى ب3 ار، يبقى المقاومه المكافئه هنا بتساوي كام؟ بتساوي 3 ار. تاني معلش الناس تاخد بالها. بص يا شباب، انا مثلا في هنا في الجزئيه دي التيار ماله؟ التيار بيمر لي من اكس لواي زي ما هو بيقول لي، يبقى التيار بيمر هنا، يبقى اذا ديت هي المقاومه اللي هيشوفها التيار. يعني تخيلوا التيار ده انسان بيبص على حاجه، فهو موجود، احنا عايزين نجيب المقاومه بين اكس وبين واي، ادي الاكس وادي الواي، يبقى هو كده مش شايف الا 3 اوم، خلي بالكم. لكن لو مثلا احنا سبقنا على الدايره دي، الدايره مثلا اللي قبلها مثلا وليكن معلش، وبعدين هنرجع للباقي كله. هنا مثلا عندنا اكس اهو، فالاكس ده شايف ايه؟ شايف دي، شايف دي، وشايف دي، كان العين بتبص. شايفين؟ تخيل العين بتبص شايفه ايه؟ شايفه الار دي، شايفه الار دي، وشايفه الار دي، يبقى شايفه ثلاث مقاومات والتيار اللي بيمر فيهم واحد، فعشان كده هي تشوف ثلاثه ايه؟ ثلاثه ار. تعالوا نرجع بقى للحاله الثانيه والحاله الاولانيه عشان نشوف لو احنا معانا عين وبنبص هنشوف ايه، عشان الناس تبقى واثقه بس من الحل ايه. طيب تعالوا بقى، انا لو ايه؟ لو عندي اكس احنا قلنا التيار هيبتدي يبص من هنا ويخرج من الواي، يبقى اكس هيمر فين التيار؟ هيمر جزء منه هيمر عند الار دي، وجزء منه هيمر كده 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 كده، يعني هيمر في ار وار، يبقى مجموع المقاومات دي كونكتد او متصلين ان سيريز. معلش هنا عشان شباب ساعات برضه بيغلب عليا الطبع الانجليزي بحكم انها اصلا دكتور مهندس يعني. فايه ادي ايه هنا؟ هنا مقاومه اسمها ار ومقاومه هنا اسمها ار، وتوالي مع بعض عشان التيار يمر فيهم واحد، يبقى 2 ار. 2 ار دول هيبقوا متصلين مع ار ديت ايه؟ توازي. يبقى دوت مش هيشوف الا ايه؟ هيشوف 2 ار مع ار توازي، صح؟ عشان التيار يمشي كده وفي الاخر يخرج ايه؟ يخرج كده. فبالتالي يبقى ار وار 2 ار، 2 ار متصله توازي مع ار، هتبقى حاصل ضربهم على مجموعهم يبقى 2 ار في ار على 2 ار زائد ار، يبقى الكلام ده كله بيساوي 2 ار تربيع على 3 ار، التربيع هيروح مع الار يبقى 2 على 3 ار، تبقى ديت هي المقاومه المكافئه ليهم ايه؟ ليهم كلهم. بينما احنا برضو لو بصينا هنا في المقاومه الاولانيه خالص كان ايه اللي حاصل؟ التيار اهو كاني ببص على حاجه، لما ببص على حاجه التيار هيمشي جزء منه هنا، وبعدين بعد كده يتوزع جزء يمشي هنا وجزء يمشي هنا، فبالتالي يبقى انا عندي ار وار التيار ما بينهم متوصل على التوازي، يبقى ايه؟ عشان اجيبهم ممكن ايه؟ ممكن اقوم اقول حاصل ضربهم على مجموعهم، او ان انا اقول بما ان هما الاثنين قد بعض يبقى اي واحده منهم على عددهم يبقى يطلع بار على اثنين عشان هما متساويين وكل واحده منهم بتساوي ار. يبقى انا عندي ار على اثنين، يبقى انا دلوقتي هشوف الجزء ده كله بمقاومه واحده اسمها ار على اثنين. بعد كده خلاص اعتبر المقاومه ديت اتشالت والمقاومه الجديده دي اسمها ار على 2، فيمر لي تيار كده، خلاص المقاومه دي ما عادتش موجوده، فيمر كده كده كده، يبقى كده ار وار على 2، يبقى المقاومه الكليه ار زائد ار على 2 هتطلع ب3 ار على 2. خلوا بالكم بس عشان ما تتخدعوش ودايما تبقوا شايفين، انا عايز المقاومه بين اكس وواي، يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا بمرر تيار بين اكس وواي فقط لغايه لما اطلع المقاومه.
فبالتالي يبقى عندنا المقاومة دي ب3 على 2 ار، دي طبعا كبيرة شوية، لو بصيت على دي هلاقيها 2 على 3 ار، فدي أصغر واحدة لغاية دلوقتي، يبقى رقم 2 هي أصغر واحدة لغاية دلوقتي. نيجي نبص على 3 هي ار، تمام، يبقى المقاومة اللي قبلها كانت أصغر منها، تمام، يبقى برضو حالة رقم 2 هي أصغر حالة. برضو لما أجي أبص على دي هلاقي ديت ب3 ار، يعني كبيرة جدا، يبقى كده الحالة رقم 2 هي أصغر حالة وهي اللي كان طالبها مني في المسألة. تعال نشوف بقى هنا، مديني مثلا مسألة كده وبيقول لي في الدايرة اللي قدامك، بيقول لي المقاومة المكافئة ما بين A و B بتساوي 5 أوم، بيقول لي فهم قيمة. أول حاجة أنا عايز أقول لحضرتك عليها عشان تبقى الدنيا واضحة معاكم، أنا دايما عايز كأني بتفرج من A ورايح لـ B، يعني التيار كله لازم يدخل من A يروح لـ B، تمام؟ فبالتالي التيار لما نيجي هنا هنلاقيه هيتوزع، جزء هيمشي هنا وجزء هيمشي فين؟ هنا، وبعد كده يرجع يتجمع تاني ويمشي في الثلاثة A أوم وبعدين يروح لـ B. يبقى ديت هي السكة بتاعت التيار. طيب دلوقتي ده المقاومة اللي اسمها ار، المقاومة اللي اسمها 6 دي التيار يتوزع فيها، بس برضه لازم اتأكد ان بدايات الار والستة متوصلين مع بعض ونهايات الار والستة متوصلين مع بعض. فلما ابص على الار والستة هلاقي بداياتهم هي فعلا متوصلين من عند الاي، ولما ابص على الار والستة الاقيهم فعلا متوصلين من الناحية دي، يبقى كده دول متوصلين توازي، يبقى المحصلة بتاعتهم المفروض متوصلة مع ديت ايه؟ توازي. طيب انا عايز اجيب، هو بيقول لي المقاومه المكافئه هنا بخمسه، ماشي، يبقى دول هيتوصلوا مع بعض توازي والمحصله بتاعتهم هتبقى ايه؟ تبقى توالي مع مين؟ مع الثلاثه. تعالوا نحسب بقى الموضوع ده مع بعض. يبقى احنا قلنا ار و6 دول متوصلين توازي، فبالتالي يبقى عندنا حاصل ضربهم على مجموعهم، يبقى ار على ار في 6 على ار زائد 6، يبقى الكلام ده كله بيساوي 6 ار على ار زائد 6. طيب في ناس ساعات لما الدنيا بتكبر منها كده ما بيحبوش الكلام ده وبيتلخبطوا، خلاص انت متلخبط سمي ايه؟ سمي ده كله، افترض ان قيمته اسمها اكس، فبالتالي احنا هنقول عشان الناس بس ما تتلخبطش، يبقى 6 على ار، 6 في ار على 6 زائد ار، دي هسميها اكس. طب المقاومه المكافئه لدول احنا سميناها اكس، يبقى الاكس دي توصل توالي مع مين؟ مع دي، يعني كان المقاومه المكافئه هنا انا سميتها اكس، يبقى على طول هيبقى ايه في اللحظه دي؟ يبقى المقاومه المكافئه دي كانها مقاومه واحده، يعني احنا اعتبرنا ان دي مثلا مش موجوده والمقاومه اللي فوق اسمها اكس، فالتيار هيمر ازاي؟ كده، وبعدين يرجع يمر في الثلاثه. ده معناه بالنسبه لي ان كده دول متوصلين توالي، فتبقى اكس زائد 3 هي المقاومه المكافئه. الاكس زائد 3 هي اللي تناظر 5 اوم او قيمتها ب 5 اوم. يبقى كده اكس و3 متوصلين توالي، انا كاتب عليهم كونكتد ان سيريز، معلش عشان ساعات الواحد بيغلط كده ويكتب بالانجليزي. يبقى الار داش هتساوي اكس زائد 3، يبقى الاكس زائد 3 دي قيمتها بتساوي 5، يبقى معنى كده ال 3 هتروح الناحيه الثانيه بالناقص، يبقى اكس بتساوي 5 ناقص 3 هتطلع ب 2، يبقى اذا كده الاكس دي قيمتها ب 2. طب الاكس دي كانت مين؟ الاكس دي كانت 6 ار على ار زائد 6، يبقى 6 ار على ار زائد 6 بتساوي 2، هنضرب طرفين في وسطين، يبقى كده 6 ار بتساوي 2 في ار زائد 6، هنضرب الاثنين دي جوه، ما تنسوش لما بضرب جوه بضرب هنا وبضرب هنا، بضرب في كل حاجه موجوده جوه القوس، يبقى كده 6 ار هتساوي 2 في ار ب 2 ار، 2 في 6 ب 12، يبقى 2 ار زائد 12. بالتالي هنعمل ايه؟ نجمع الارات مع بعضها، هناخد الار دي نوديها الناحيه دي، يبقى عندي 6 ار ماينس ناقص 2 ار على اساس ان دي هتروح بالاشاره المخالفه، كل ده هيساوي كام؟ هيساوي 12، يبقى احنا عندنا 6 ار ناقص 2 ار بيساوي 12، يبقى 6 ار من 2 ار هتديني 4 ار، يبقى ال 4 ار بتساوي 12، يبقى الار بتساوي 12 على 4 عشان دي معموله مضروبه هتروح مقسومه، يبقى الار بتساوي 12 على 4 تديني 3 اوم، يبقى انا جبت قيمه المقاومه المجهوله دي وطلعت ب 3 اوم. هنا بيقول لي مديني شكلين كده وبيقول لي هات لي المقاومه المكافئه لكل واحد من دول، تمام كده؟ طب تعالوا بقى ايه، نمسك واحده واحده ونمرر تيار ونشوف ايه اللي هيحصل. طب لو مسكنا دي همرر تيار كده، هلاقي التيار جزء منه هيمشي كده وجزء منه هيمشي كده، تمام؟ طيب يبقى كده التيار اللي مر في المقاومه 2 اوم هيمر برده في المقاومه ديت اللي هي اسمها 2 اوم، يبقى كده نفس التيار مر هنا، يبقى 2 و2 ايه؟ 4. يبقى احنا عندنا مقاومة 2 والمقاومة 2 ديت متوصلين توالي، فبالتالي مجموعهم مع بعض هيديني 4، يبقى 2 أوم و2 أوم، يبقى الأر بتاعتهم أو المقاومة المكافئة اللي أنا ممكن أحطها مكانهم يعني، يبقى 2 زائد 2 بيساوي إيه؟ 4 أوم. فبالتالي أنا ممكن أشيل واحدة من الاثنين دول وأعتبر إن ديت 4 أوم مثلا وديت كأنها مش موجودة، فالتيار لما يمر هيمر كده في الـ 4 أوم وهيتقسم هنا على مين؟ على الـ 2 أوم، يبقى معنى كده إيه؟ يبقى البداية واحدة والنهاية إيه؟ واحدة، يبقى كده دول متصلين إيه؟ متصلين توازي مع بعض، يبقى 4 اوم اللي هي تناظر دول مع بعض متوصله مع ديت ايه؟ متوصله مع ديت توازي، يبقى ايه حاصل ضربهم على مجموعهم؟ يبقى 2 في 4 على 2 زائد 4 تطلع 8 على 6، لما اختصرها تطلع 4 على 3
اوم، يبقى معنى كده ان كل ده كانه مقاومه واحده مقدارها 4/3. طب لو انا اعتبرت شلت دي وشلت دي واعتبرت ديت ان هي ال 4/3 يا شباب، امرر تيار، هيبقى التيار هيمر كده في ال 4/3، ما خلاص دول بقى ما عادوش موجودين، يعني هيمر في ال 4/3 اللي هي دهيت، وبعد كده هيروح جاي مر في ال 2 اوم، يبقى دول متصلين توالي، يبقى معنى كده ان 4/3 و2 متصلين توالي، يبقى مجموع، يبقى اذا المقاومه المكافئه مجموعهم يبقى ار بتساوي 4/2 زائد 4/3 زائد 2، هيطلع الكلام ده ب 3 و333 من و3333 من 10,000، تمام، او 3.3 من 10 او 3.33 من 100، اي حاجه زي ما يعجبك، تمام كده. يبقى احنا كده جبنا المقاومه المكافئه. طيب تعالوا بقى نشوف ايه بس الدايره الثانيه برضو، نجيب المقاومه المكافئه ليها. ادي الدايره الثانيه بتديني مجموعه من المقاومات زي ما انتم شايفين، 9 اوم و24 اوم و2 اوم و12 اوم و12 اوم. كل انا هعمله ان انا همرر التيار وابتدي اشوف. خلي بالكوا طريقه ان انت تتاكد ان هم متصلين توالي ولا توازي، اللي بقول لك اتاكد ان المقاومات متصله مع بعضها من الناحيتين، ده ربما ما يكونش ظاهر قوي هنا، او يعني فايدته مش باينه قوي هنا، لكن لما ناخد مسائل معقده شويه هتعرف فايده الكلام اللي انا بقول لك عليه ان شاء الله في المحاضره اللي جايه. طيب لما نيجي نمرر تيار، هنلاقي في تيار مثلا هيمشي من هنا، دايما خلي بالكوا التيار دايما اللي يمشي في مقاومه عايز يرجع يروح على فين؟ يروح على السكه الثانيه، فبالتالي التيار مثلا هيمر كده، هيمشي في المقاومه دي وبعدين يرجع كده، خلي بالكوا. المهم التيار هيمشي كده، هيلاقي قدامه كذا طريق، هيمشي جزء منه هنا وهيمشي جزء منه هنا، هنا هيبص يلاقي قدامه طريقين، ادي طريق وادي طريق، فهيمر جزء منه هنا وهيمر جزء منه هنا. طيب لما نيجي نبص بقى من الناحيه دي كده، هنبص نلاقي ان ايه؟ ان التيار اتقسم، المقاومه دي بدايتها هنا مثلا والمقاومه دي بدايتها هنا، متوصلين بنفس النقطه، والمقاومه دي والمقاومه ديت برضو نهايتهم متوصلين بنفس النقطه، يبقى الاثنين دول متوصلين توازي مع بعض، يبقى 12 و12 دول متوصلين توازي. لما اقول حاصل ضربهم على مجموعهم او اقول اي واحده منهم على عددهم لان الاثنين قد بعض، يبقى 12 على 2 هتديني 6 اوم، يبقى انا ممكن استعيض عن الاثنين دول بمقاومه واحده مقدارها 6 اوم. فعلا اهو حطيت مقاومه واحده مقدارها 6 اوم. تعال نمرر التيار بقى من اول وجديد. لما اجي امرر التيار من اول وجديد هبص الاقي التيار جزء منه هيمشي هنا وجزء منه هيمشي هنا وهنا، تمام، فدول هيبقوا متوصلين مع بعض توالي، فبالتالي يبقى السته والاثنين دول توالي، يبقى حاصل يبقى المقاومه المكافئه ليهم هي مجموعهم، يبقى ار بتساوي 6 زائد 2 هتطلع ب 8 اوم. طيب نشيل دول كده ونحطهم مقاومه واحده ب 8 اوم، ونمرر تيار، هنبص نلاقي ان التيار جزء منه هيمشي هنا وجزء منه هيمشي هنا، وهنبص نلاقي ان بدايه المقاومه متصلين ببعض، وادي المقاومه دي نهايتها اهي، وادي المقاومه دي نهايتها اهي، واللي واصل ما بينهم حته السلكه يعني هم الاثنين متوصلين ببعض، يبقى دول متوصلين ايه؟ توازي. يبقى 24 اوم و8 اوم متوصلين توازي، فبالتالي يبقى ايه؟ المقاومه المكافئه ليهم هي حاصل ضربهم على مجموعهم، يبقى 24 في 8 على 24 زائد 8 هتطلع ب 6 اوم. يبقى انا كده اشيل المقاومتين دول واحط بدلهم مقاومه واحده 6 اوم اهي، يبقى عندي 9 اوم وعندي 6 اوم. لو انا جيت امرر التيار، التيار اللي بيمر في 9 اوم هو هو اللي بيمر في 6 اوم، يبقى دول كده متصلين توالي مع بعض، يبقى معنى كده ان المقاومه المكافئه بتاعتهم هي عباره عن مجموعهم، يبقى 6 زائد 9 هتساوي 15 اوم. تعال نشوف بقى المساله ديت، دي اعتقد ديت هتبقى المساله الاخيره اللي احنا هناخدها النهارده. بيقول لنا هو مدي عايز يعرف الاميتر ده هيقرا كام والفولتميتر ده هيقرا كام. بكل بساطه انا عشان اعرف الاميتر ده هيقرا كام يبقى لازم اكون عارف الجهد على المقاومه 5 اوم بكام، فاقول يعني قيمه الجهد مقسومه على المقاومه هتديني التيار اللي بيمر في الفرع ده، وبالتالي هبقى انا عارف قرايه الاميتر. دي حاجه. لو بصيت كويس للدايره هبص الاقي ان ايه؟ ان المقاومه دي متصله على التوازي اللي هي 5 اوم ديت، متصله على التوازي بالمقاومه 10 اوم. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الجهد على المقاومه 5 اوم هو هو الجهد على المقاومه 10 اوم. احنا قلنا في التوصيل على التوازي بتبقى الجهود واحده، يعني الجهد هنا هو الجهد هنا. طب ما انا عارف التيار اللي هنا هو زي ما انتم شايفين كده ب 3 امبير، ما لو ضربت التيار ده في قيمه المقاومه دي هيطلع لي الجهد اللي على المقاومه دي اللي هو يعتبر في نفس الوقت الجهد على المقاومه 5، فلما اقسم الجهد اللي هو طلع لي من هنا على ال 5 اوم ده هيديني التيار اللي فين؟ اللي هيمر لي في الاميتر. فبالتالي احنا زي ما احنا بنقول كده يبقى المقاومه 5 اوم متصله على التوازي مع المقاومه 10 اوم، يبقى كده الجهد على كل منهما بيكون متساوي. عشان كده لما نيجي نحسب القصه ديت يبقى احنا عندنا ايه؟ هنا يبقى 3 في 10 بكام؟ ب 30، يبقى الجهد هنا ب 30، تمام؟ يبقى برده الجهد هنا ب 30، يبقى التيار عباره عن 30 على الار اللي هي 30 على 5 يعني، فيطلع التيار هنا ب 6 اوم. تمام. طيب يبقى انا كده عندي هنا تيار ب 6 اوم وعندي هنا تيار ب 3 اوم.
طب لما عشان بقى نبتدي نحسب قرايه الايه الفولتميتر ده، يبقى انا كل اللي انا هعمله هعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله بقى لازم اعرف التيار اللي بيمر في الثمانية، ولو ضربت التيار اللي بيمر في المقاومه 8 اوم هيجيب لي مين؟ هيجيب لي الجهد، وبالتالي دي تبقى قرايه الايه الفولتميتر ده. طيب التيار اللي بيمر في المقاومه 8 اوم هو عباره عن مين؟ هو عباره عن مجموع التيار اللي بيمر في المقاومه 5 اوم زائد التيار اللي بيمر في المقاومه 10 اوم. وبالتالي هنا كان بيمر، احنا مطلعين التيار اللي هنا كان ب6، وهو مديني التيار اللي هنا ب3، يبقى الاثنين هيتجمعوا ويمروا هنا، يبقى 6 زائد 3 9، يبقى ال 9 هيروح يمروا في المقاومه اللي اسمها 8 اوم. وبالتالي بقى قرايه الفولتميتر ده بيقيس فولت، وانا عارف طبعا بقانون اوم ان الفي بتساوي الاي في الار. خلاص انا جايب الفي من هنا ب9 اللي هي هتمر هنا، والار ب8، يبقى الفولت دوت هيقرا ايه؟ هيقرا 8 في 9 ب72 فولت، يبقى دوت كده هيقرا 72 فولت. يبقى قرايه الفولتميتر في المقاومه 8 اوم بتبقى عباره عن قيمه المقاومه اللي هي 8 مضروبه في قيمه التيار اللي هو 9، يبقى 8 في 9 ب72 اوم. كده ان شاء الله احنا ايه؟ احنا نعتبر خلاص المحاضره بتاعت النهارده خلصت. ما تنسوش يا شباب تدعمونا بلايك وشير. اعتقد لو الموضوع عجبكم يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتوصلوا الفيديو ده لكل اصحابكم وحبايبكم. احنا ان شاء الله باذن الله هنبتدي برضو نحل مجموعه ثانيه من المسائل عن التوصيل على التوالي والتوازي. ما تنسوش تدعوا لنا وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان كل جديد يجي لكم. طبعا قناتي هي قناه الدكتور حمدي. ان شاء الله باذن الله هنتابع معاكم منهج الفيزياء بتاع ثانويه عامه واحده واحده، وان شاء الله مش هتلاقوا فيه اي مشاكل. تحياتي ليكم وسلام عليكم، ونتقابل ان شاء الله في مسائل بعد كده اهوت هتبقى القيم بتاعتها يعني ايه مسائل شويه ايه اصعب من كده سنه، بس خلوا بالكم ان شاء الله مش هيبقى معانا اي صعوبه خالص لو طبقنا الكلام اللي احنا بنقوله. تحياتي ليكم وسلام عليكم.